هبتدي معاكم وقت النصيحة دي فعلا أكتر وقت بحبه في الحلقة وقت النصيحة. النصيحة النهاردة برضو عن الشعر، بس أنا هوريكم يا بنات على فكرة على الشعر والجسم، هوريكم يا بنات إزاي تعملوا زبدة جوز الهند. النصيحة اللي فاتت كانت عن ماسك الصبار وجوز الهند للشعر، أنا عملت الماسك قدامكم. الناس اللي بتشوفني لأول مرة ادخلوا على اليوتيوب أو على الفيسبوك على صفحة قناة النهار أو مع دودي وهتشوفوا النصيحة. أنا عملت زبدة جوز الهند مع الصبار ماسك لشعري وكانت النتيجة هايلة، والناس اللي قاعدة يقولوا أنتِ عملتي شعرك، أنا فعلاً قلت لكم في النصيحة إن أنا نشفت شعري عشان أكمل بقية التصوير لأنه التكييف هنا ساعة قوي، فده شعري من غير ما يعني مش عاملة فيه أي حاجة، هو كده طبيعي. فانتوا خليكم عارفين البروتين الطبيعي فعلا من ماسك الصبار وجوز الهند للشعر. تعالوا بقى اوريكم يا بنات هنعمل ازاي جوز الهند علشان الستات والبنات اللي بعتولي وقالولي ان احنا عاوزين نعمل الحاجات دي لاولادنا واولادنا سنهم صغير. طبعا اي حاجه طبيعيه من حقك تعمليها لبنتك، لو بنتك في سن صغير اعملي لها الحاجات الطبيعيه وما تخافيش ابدا، لكن لو حاجات مصنعه دي بتبقى لازم الدكتور هو اللي يقولك من سن كام لكام. نعمل زبده جوز الهند للبنات الصغيرين، اعملي زبده جوز الهند للبنات الصغيرين ما تخافيش ابدا. انا مامتي كانت بتعمل لي شعري بالزبادي وبالعسل وكانت بتهتم بينا جدا، فما تقلقيش دي حاجات بتفيد مش بتضر. هنجيب نص كيلو جوز هند مبشور، ممكن على فكره انا جبت ليه بالكيلو علشان يبقى اسهل لكم، نجيب نص كيلو من السوبر ماركت او العطار. في ناس بتجيب الجوز الهند الصحيح الطازه ده، ممكن برضو نجيبه بس هتبقوا هو صعب قوي في تكسيره والكميه بتاعته بتبقى كبيره قوي، يعني مثلا النص كيلو ده بشر ان انت تجيبي 5 أو 6 على حسب الواحده اللي هتوزن معاكي. انا حطيت هنا من معلقتين من دول، انا هستخدم النص كيلو كلهم دلوقتي قدامكم، معلقتين من دول تمام، وكنت جايبه شفشق ميه بس هحتاج ميه تانية على فكره. تعالوا بقى نحط حبه حبه نخلط الميه بجوز الهند. انا عاوزه اقول لكم على حاجه، احنا هنفضل نخلط كده لحد ما يدوب يبقى زي اللبن الرايب التقيل، يعني ما تزهقوش. لا عاوزين تعملوا حاجه بقى طبيعيه وحاجه غاليه بفلوس قليله، طولي بالك معايا. انا قلت لكم هنضرب كتير. يلا بينا. عاوزه اقول لكم على حاجه كمان، ان في ناس كتير وهي رايحه التمرين بتاخد فعلا عصير جوز الهند ده وتشربه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي كل حاجه عملناها نصفيها واحده واحده. انتوا لو شايفين دلوقتي انا وانا بعمل كده اصلا الزبده بتاعته هتبتدي اصلا تسيح في ايديا. يلا بقى نكمل بقيه النص كيلو بتاعنا الجميل ده. نطلع تاني ونصفي تاني ونعمل نفس الحاجة، اللبن اللي هو العصير بتاعنا اللي احنا عملناه نبتدي نحطه تاني في الشاش. ادي دول اخر ايه، يعني احنا قلنا النص كيلو كده اتخلط على 3 مرات. انا يهمني قوي برضو وانا بقول لكم نبقى
شوف في ناس بتركز على التفاصيل التفاصيل التفاصيل. هو يجيب جوز الهند منين؟ جوز الهند ده بيتباع في السوبر ماركت، يعني مش محتاج اقول لكم جيبوه منين، ان هو موجود فعلا في كل حته. زيت جوز الهند موجود في الصيدليات، في اماكن كتير قوي فاتحه دلوقتي للحاجات اللي هي الطبيعيه في المولات الكبيره، برضو عندهم جوز زيت جوز الهند وزبده جوز الهند الطبيعيه عندهم برضو في المحلات اللي بتبيع الحاجات الاورجانيك الطبيعيه في المولات الكبيره اللي احنا حافظين اساميها كلنا. يلا بينا نخلط كذا اخر حاجه. فالناس اللي مركزه احنا خلطنا النص كيلو على 3 مرات اهو. اهو احنا عملنا اخر يعني اللي قبل الاخر بالظبط، يعني اخر عصره اهم عندنا ده. اما نحطه زي ما هو في الثلاجه تمام، اما نحطه في حله، بس انا هحطه في حله احسن. اهو بصوا عامل زي اللبن بالظبط. هنحطه لتاني يوم في التلاجة، مش في الفريزر يعني، لا في التلاجة من تحت. هنغطيه زي اللبن بالظبط، هنحطه في التلاجة عشان يبقى في الآخر هيطلع لنا بكرة تاني يوم حاجة زي القشطة كده. هنشيل القشطة دي وهتبقى هي دي زبدة جوز الهند. تعالوا بقى نحطه في التلاجة.